بناء على النجاح الكبير الذي حققه أسبوع المنامة لريادة الأعمال في نسخته في نسخها الثلاث الماضية، تنطلق محافظة العاصمة تطلق النسخة الرابعة من هذه الفعاليات في 21 حتى 25 من أكتوبر الجاري تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل تمكين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ المحافظة محافظ محافظة العاصمة. شيخ مساء الخير، وبداية هل لك أن تعطينا فكرة تعريفية لمضامين إطلاق أسبوع المنامة لريادة الأعمال؟ مساكم الله بالخير. طبعا احنا سعيدين ان نطلق اسبوع المنامة في نسختها الرابعة على التوالي، وذلك بفضل النجاح اللي حققه في ثلاث النسخ السابقة. ولا شك ان اطلاق اسبوع المنامة اللي يبتدأ بمنتدى يعد فرصة حقيقية لاطلاع الشباب البحريني واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مشاريع وتجارب ناجحة سواء كانت في البحرين أو خارج البحرين في مجال ريادة الأعمال. وأيضا هو مواصلة المحافظة مثل ما قلنا في تقديم كل ما هو جديد واللي يلهم الشباب في بدء مشاريعهم. نعم. طيب الشيخ، الحدث كما هو معلوم يستمر لمدة أسبوع وتحديدا ينتهي يوم الخميس إن شاء الله. هل لك أن تطلعنا على مجمل الفعاليات المصاحبة له؟ إن شاء الله. أولا هو بيكون أول يوم الانطلاق تاريخ 21/10 وفي الفور سيزن 4 مساء، وبيكون الانطلاق في منتدى أسبوع المنامة لريادة الأعمال. طبعا أسبوع المنامة بيكون هناك 15 ورشة عمل متفرقة، والسنة يعني أبشركم عندنا تقريبا 30 متحدث من جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة، استراليا، هونغ كونغ، ألمانيا، فرنسا وتركيا، بالإضافة المتحدثين الخليجيين. نعم الشيخ، أنتم الآن في المحافظة، ما الذي تتطلعون إليه من أهداف وتريدون تحقيقها من وراء إقامة هذا الحدث؟ أولا أهم شيء إحنا اللي نجحنا فيه في السابق أن استقطبنا مجموعة كبيرة من الشباب في حدود 5000 شاب وشابة، وإحنا نتطلع دائما مثل ما قلنا أن نلهم الشباب، وهي فرصة أن نعرف بالشباب فرص الريادة الأعمال المستقبلية. أيضا إحنا بنطلعهم على التكنولوجيا الحديثة، كيف تتعامل مع تبدل الأسواق، كيف الابتكار، وشلون نتعلم من التجارب من العالم أن نكون مبدعين ومبتكرين وندخل سوق العمل بكل شجاعة. نعم. إذن معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك.